بمناسبة إحياء الذكرى 59 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة 1 نوفمبر 1954، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يتلقى التهاني من كبار المسؤولين في الدولة. في لقاء موسع شمل رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة والوزير الأول عبد الملك سلال ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، كذا نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، قدموا التهاني لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة الوطنية المجيدة. كما قدم وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب العيز ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ووزير الخارجية رمضان العمامرة ووزير المالية كريم جودي، كذا وزير المجاهدين محمد شريف عباس رفقة الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين سعيد عبادو، قدموا تهاني 1 نوفمبر لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في هذا اللقاء الموسع الذي كان فرصة لاستذكار أمجاد الثورة التحريرية ونضالات رجال أسسوا لبناء جزائر قوية.